اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امين. امس في برنامج وحش الشاشه رينا خالتي عيشه اللي جلبت الانتباه بطريقه حديثها والحماس والمواضيع اللي جدتهم باش نحكي، ومعناتها رايي الشخصي في اللي قالته. برشا من الناس عجبهم كلامها وبرشا من الناس ما عجبهمش، باش نعطي رايي الشخصي باش نخلي فيديو نتاع عربيه حمادي حكيت على الوضعيه الاجتماعيه نتاعها وهي تعرفها وحكيت برشا حاجات، وزاد جار خالتي عيشه اللي هو في ظل في جبل جشدود. الفايدة من ضمن حديثها معناتها قبل كل شيء بركل عليها ما عندها حتى تراك تحكي بطريقة غير عادية. الفايدة حكيت على قيس سعيد، أول حاجة قالت قيس سعيد ما تعرفوش، هذه باش تو تخليكم دي فيديو تو تشوفوا تعرفوا ولا ما تعرفوش. قالت ما عندهاش تلفزة، وبار كونتر اللي معناتها تحس مواكبة وتحكي في حاجات سياسية نتاع إنسانة مواكب معناتها. شنو آخر زاد قالت قيس سعيد شي عملوا لنا؟ شنو باش يعمل قيس سعيد؟ والوضعية هذه نتاع الوباء، ونعرفوا احنا في تونس صورة الثلاث مقسومة، كل واحد عنده مهام في الدولة، ما هيش دولة نتاع قبل قائمة على الرجل الواحد الشخص الواحد اللي هو يعمل كل شيء. وزاد قالت اللي وقت من علي كانت الوضعية أحسن برشا، نجم نقول صحيح الوضعية الاقتصادية أحسن، لكن مع الأوضاع الحرية والكل والسداد والقمع اللي نافو الكل، بالنسبة لي أنا توا أحسن، عنا حرية عنا ديمقراطية، ناقصنا الاقتصاد كان يتحسن الاقتصاد نوليو من أحسن الدول إن شاء الله. هذوما ثلاث حاجات حبيت نعلق عليهم وحبيت نقول رأيي الشخصي. نخليكم مع الفيديو. حومتنا اسمها عيشوشة، ولاد الحومة أوكا أحمد تتفرج فيا واو الطاهر والولاد الكل تعرفوها عيشوشة، الولاد الكل عيشوشة بتاعنا أم عيسى شهر به به المرأة جاه ربي يزيدوا بارتاجوا، نحب بالله برحمة والديكم برحمة والديكم بارتاجوا، وراني مانيش أنا ما أسمعني وما من نستنى في حد شيء، والرئيس مش قاعد لي أنا باش تلاه بي أنا ولا تلاه بكلامي ولا تلاه بكلام سامي، أما ما نحبوش الكذب. أنا ريت الفيديو توا قسما بالله بط نجري باش نعمل لايف باش العباد تتفرج. باه هو جاب بنت حومتنا عيشوشة، عيشوشة مرا ديكابي نعرفوها زوالية وأمورها المادية يعني زوالية، مراز نعرفوها مولاد الحومة يتفرجوا فيا يعرفوها الناس الكل. كي نتفرج توا في الفيديو دخت اقسم بالله دخت، خزرت نرعش شخصك كيفاش نرعش بكلي، خزرت عيشوشة قالوا لها اخي تعرفيه انت سيد الرئيس وشكونو، قالت لهم قالوا لها قيس سعيد ولا صالح سعيد من اللي جا وجت ما نعرفوش انا، قالت ما بلاي لحظه قالت انا ما نعرفوش وما عنديش تلفزة في الدار. باه يا عيشوشة صلي على النبي، عيشوشة خايتي صلي على النبي، عندك زوز تلفز، عندك زوز تلفز، تلفزة يتفرج فيها عيسى هكا يعرفها وعيسى يسمع فيا، ولدك وتجيب وعيسى راهو راجل ولدك وتقول الحقيقة. يا عيشوش نسيتي في الحملة الانتخابية شكون عاملها الحملة الانتخابية؟ ما انا الكل هبطنا تجندنا ولاد الحومة الكل هبطنا باش نهبطوا نساندوا سي قيس في الكياس. ما من وعلاش ساندناه؟ خاطر قال ما نحب حتى واحد يستنى مني مقابل، هذيك الحاجه اللي شجعتنا وهبط باش نوروا اللي رانا هبطنا بدون مقابل. يا عيشوش مش تدعي بالخير وقلت لي الله يبارك فيه وزوالي كيفنا كيفه وكلونا وهردونا؟ يا عيشوش جيك توا يعني درتوا بالمراه، انا ما نلومش على عيشوشه مسكينه نعرفها ولاد الحومه الكل نعرفها زواليه، وهاو كان عيشوشه تو نهبط لها تو نجيبها تعمل فيديو تو تقول لك راني نعرف تو كان نحكي معاها كلمتين مسكينه ونوعدها كيما وعدوها هما، تو في صعدنا نعمل كلمتين تو تقول لكم ليه يا ولادي وراني نعرف سي قيس وتتقلب في الواحد. عيشوشه راهي مراه مسكينه على قدها ومريضه فدار روسكم وروسكم وراسي ناف دار روسكم. خالتي عايشة اللي كنا نتفرجوا فيها تويكا مع سمير الوافي مع كامل الاحترام لشخصها مع كامل الاحترام لعمرها مع كامل الاحترام لوضعها اللي لا يختلف على لا والله مش لا يختلف لها. شفتها كالكو بار وإفكتيفمون تأكدت اني انا فعلا شفتها، هي نفس المرأة اللي تعدت في برنامج بلا قناع في المرشي وصورت وتكلمت وقالت انها ما تعرفش الرئيس وشكونه هذا قيس سعيد وشكونه صالح سعيد وشكونه وشكونه، وعملوا منه مونتاج ونشر وانتشر كالنار في الهشيم الليلة. ومن ضمن او من بين
آلاف مؤلفة من الفقراء، مش من الزواولة، لأنه أنا نفرق برشا ما بين الفقير والزواولة منها وبوعي منها. واللي باش يتغشش مني هو حر، واللي باش يحكي بمنطق زوالية ومسكينة وكيفاش وعلاش، نقول له لو سمحت غادر هذا البث، لأن لها وطلعت البلاصة وتسكن في جبل الجلود، ولا فايدة باش نقول وين بالضبط، لا مشيت وصورت ودخلت لدارها. وطبعا القانون يجبرني باني ما نوريش الهويه نتاعها، لاني كي صورت صورت بكاميرا كاشي، ولكن في سبيل انا اعلاميه بالنهايه، سواء من داري ولا من اي بلاصه انا اعلاميه، والهدف نتاعي هو الحقيقه. فاللي لقيته في دار خالتي عايشه مع كامل الاحترام والتقدير مش فقر وسخ، وفما فرق كبير ما بين انك تكون فقير وما بين انك تكون مش نظيف، باش نلطفها معناتها نظيفة. خالتي عايشة مشيت لها وتسكن في بلاصة ما عندها حتى علاقة بالفقر، حي من احياء تونس الشعبية اللي موجودة في كل مكان ممكن انك تلقاه، لهنا بجنبنا ريتو نهج المطار يلي تسكنوا في نهج المطار نفس حيكم، ريتو دار فضال نفس حي دار فضال، ريتو باش نقولكم حي الواحد نفس حي شعبي فيه ديار مكيس مضيف يعمل 66 كيف. ان دو، دارها ملك ما هيش كارية، الدار صغيرة ما نقولش ليه، وهاكم باش تشوفوا كل شيء بالتصويرة، الدار صغيرة اي بيت في بيت اي، وعاملة دروج وبانية فوق الدار، ملكها مش كاريتها، ما عندهاش صغار، عندها زوز صغار راجل يعني ما همش في كفالتها، والبنية كانت تخدم، شنو تخدم ما نعرفش، لكن تويكا ما تخدمش في الحجر اللي نحنا فيه، يعني تخدم في بوتيك، تخدم في مجازان، تخدم كالكو بار، مش موظفة، ولكن تخدم في حاجة من النوعية هذه، وتويكا هي في الدار لأنه الحجر اللي مسكرين به البلاد الكل. ولدها اللي قالت ما يخدمش كان يخدم في الميليتير وعزل، والمعلومة هذه متاع أنه يخدم في الميليتير وعزل قالها لي واحد من جيرانهم وممن كان قائم بالحملة الانتخابية متاع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ممن كان قائم بواحد من الناس اللي كانوا عاملين الحملة الانتخابية متاع قيس سعيد رئيس الجمهورية. وخالتي عايشة كانت من الناس اللي في جبل الجلود تعيط وتصيح باسم قيس سعيد، وتعرفوني انا كنقول الكلمة راني مسؤولة عليها،